مرحبا مواليد برج الميزان، ينعاد عليكم بالخير والصحة. رح نشوف كيف بدها تكون هالسنة عليك. أنا بطمنك إنه هيدي السنة بدها تكون سنة خير عليك إذا الله راد. بالبداية بدي أحكي عن كوكب جوبيتر يلي هو منه زعجك أبدا، بالعكس عم بده يفيدك بسنة 2024، إن كان ببرج الثور أو إن كان ببرج الجوزاء. ببرج الثور كأنك مولود برج الميزان، عندك تطلعات جديدة بحياتك المالية، بدك تاخد حقك، بدك تشوف شو إلك وشو عليك، وفي تصفية حسابات مالية، إن كان أموال مشتركة، إن كان أموال إرث، إن كان عقارات، إن كان استثمارات. هدول الأمور كلها بتطالك يا مولود برج الميزان. من ناحية تانية بدك تستفيد ماليا من شراكة جديدة أو ورثة أو تعويض وتغيير، مثل ما بنقول، وضعك المالي إلى الأفضل بسبب مكاسب مالية من أموال مشتركة، يا من أموال زوج أو من أموال زوجة أو بشركة. والأمور كلها بتطالك. ومن ناحية تانية أنا بطلب منك، يمكن إذا بدك تشتري عقار أو إذا بدك تشتري بيوت فيك تشتري بهذه الفترة، لأنه بتكون الفترة بناءة. من ناحية تانية بعرف إنه زحل قاعد لك بالبيت الصحة، يمكن في أمور صحية عم بتطالك يا مولود برج الميزان، وخاصة حين تراجع زحل ببرج الحوت، فهدول الأمور أثرت عليك سلبا. يمكن في أمور صحية مشغول بالك عليها، ولكن أنا بقول لك إنه بإذن الله الأمور بدها تكون مريحة. رح يكون في عندك مثل بدك تاخد عمل على مأخذ الجد، ورح بكون في عندك يعني رح تكون مسؤول ناجح بعملك، ويمكن الأمور الصحية تتبلور إلى الأفضل. في عمل جديد، في أموال سوف تعود إليك من وراء جهدك مولود برج الميزان. من ناحية تانية أنا بدي أقول لك شغلة، إنك أنت الأمور بدها تكون مريحة كتير، خاصة بعبور كوكب جوبيتر لبرج الجوزاء، اللي بدك تستفيد منه، اللي بدك تنفتح على العالم، اللي بدك تكون من الأبراج الواعدة، من الأبراج المتألقة مالياً وعاطفياً ومادياً. شو بدي أقول لك؟ يعني مولود يمكن يكون عندك علاقات عاطفية من غير جنسية، يمكن يكون في عندك زواج لغير بلد، يمكن يكون في عندك دراسات جديدة بدك تفوت فيها، يمكن بدك يكون عندك هجرة، نقلة بحياتك، بدك تنتقل من مكان، من بلد لبلد، حب الاستكشاف. وانت من الأبراج الهوائية بتحب تضلك طاير، فرح سفرياتك رح تكون كتير قوية مولود برج الميزان، ورح يكون في عندك مهمة بتحس حالك بدك تكون عادل مثل ما انت بالمجتمع، ورح تكون ناشط. كمان يمكن يطالبكم دراسات دينية، دراسات علمية، بحوثات علمية، بدك تعمل دكتوراه، بدك تعمل ماجستير. هول الأمور كلها بتطالك بالخير مولود برج الميزان. اللي بدي أقوله إنه من بعدها، يعني من نص السنة، يعني من 25/5، مثل ما قلت لك الأمور بدها تكون حلوة وبدها تكون واعدة، خاصة بالمناصب. رح يكون عندك منصب كتير كبير إذا كنت طابح لمنصب، لأنه بشهر 6/7 رح يكون عندك منصب، رح يكون عندك ترقية، وأكيد رح يكون عندك تعارف على أشخاص جديد، خاصة بشهر 8 بدك ترتفع أسهمك وتكون الأبراج الواعدة وتوقف على إجريك وتحقق أمنية. نعم، بدي اياك تستفيد من جوبيتر ان كان ببرج الثور، لانه ما رح يعبر بقى ببرج الثور الا بعد 12 سنه. كل شيء عندك امور ماليه، قضايا قضائيه، جرب استفيد. وبس يقعد ببرج الجوزاء بده يعطيك حقك، بده يقول لك اطلب اتمنى. الدلو بلوتو اللي بده ينتقل للدلو، عبوره
بده يغير لك مفاهيم حياتك كلها، وبدك تعرف تاخذ قرارات، ورح يكون في عندك حب جديد او عودة احبة قديمة دق بوابك. رح يعرفوا قيمتك ورح يتذكروك. رح يكون في عندك مولود برج الميزان بداية السنة يمكن تغير مسكن، بداية السنة يمكن يكون في عندك زواج، فرحة حلوة بقلب بيتكم، مناسبة سعيدة. الأمور بدها تكون كتير واعدة لإلك، بس بدي أطلب منك تنتبه لصحتك، تعمل غذاء صحي مفيد لإلك، وتعمل يعني تمشي، تعمل تفوت على الجيم، تغير شوي يعني اسلوب طعامك، يعني ستايل لبسك حتى، كل هالامور بتفيدك. وانا بقول انه مولود برج الميزان صحيح كتار طمعوا فيك، وصحيح يلي بدي اقول لك الخبريه الحلوه انه كوكبك الزهره يلي ما رح يتراجع هيدي السنه، اللي رح يمشي بحركه تقدم كل الوقت، اللي بده يفيدك كثير، لانه تراجعه خرب لك كثير امور. فهيدي السنه بطمنك انك انت من الابراج رح تكون محظوظ اكيد، يعني بس نقول محظوظين يعني مش 365 يوم نضلنا محظوظين، لا، في كواكب بدها تعاكس، بس بالمختصر المفيد انت تعد من الابراج المحظوظه، خاصه ماليا، وبسفرياتك بدها تقوى، وبعلاقاتك العاطفيه بدها تقوى. وبشوفك على خير، وينعاد عليك بالخير والصحه.